معنى آيات واتخذتموه وراءكم ظهريا. إن الهدف من إنزال القرآن الكريم هو العمل بكل ما جاء به، والتأدب بآدابه والالتزام بشرائعه وأحكامه، لتكون أمة القرآن العاملة به خير أمة أخرجت للناس، ولا يتحقق ذلك إلا بحسن تلاوته وتدبر آياته وفهم محتواها بشكل واضح وقلب واع وإدراك شامل لمقاصدها وأحكامها، ويكون ذلك بفهم معاني الآيات. لذلك يجب معرفة معنى آيات واتخذتموه وراءكم ظهريا الواردة في سورة هود. تابعوا معنا. إن معنى آية واتخذتموه وراءكم ظهريا أي أن نبي الله شعيب يستنكر قائلا: هل قومي وعشيرتي أكثر منعة عليكم من الله؟ كأنه يقول: عليكم أن تحفظوني اتقاء لله لا لعشيرتي وقومي. بينما ألقيتم الله سبحانه خلف ظهوركم وتخليتم عن قتلي مخافة قومي وعشيرتي، والله أحق أن تخافوه وتخشوه، لأنه أعز وأكبر من جميع خلقه، إنه خبير بكل ما يقوم به العباد حتى يجازيهم بها. وقال البغوي في تفسيره معالم التنزيل قوله تعالى: قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، أي مكانة رهطي أخوف وأشد رهبة عندكم من الله، أي إن تركتم قتلي لمكانة رهطي فالأولى أن تتركوا قتلي مخافة الله خشيته. وقوله تعالى: واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي تركتم سلطان الله وراء ظهوركم ونبذتموه. أما قوله تعالى: إن ربي بما تعملون محيط، معناه إن الله تعالى لا يخفي عليكم شيئا مما تحيكونه في سرائركم ولا علانيتكم. أما في تفسير الطبري في تأويل الآية فقال سبحانه وتعالى: قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. قال أبو جعفر: قال شعيب لقومه: يا قوم جعلتم قومكم أعز عليكم من الله، فاستصغرتم أمر ربكم وجعلتموه خلف ظهوركم، لا تعظمونه حق عظمته، فلا تأتمرون لأمره ولا تنتهون لنهيه ولا تخافون عذابه. وقوله تعالى: إن ربي بما تعملون محيط، أي إن ربي بصير وعليم بأعمالكم، فلا يخفى عليه شيء مما تقومون به، وهو مجاز كلا منكم على أعماله عاجلا وآجلا.